صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله عندنا هنا في امريكا عندنا عيد الام. خصكم كيفاش تصبحوا في عيد الام؟ صبحوا لي بوكيت فلور المعجون صوبي. هاد القضيه اللي كنت قضيتها البارح، هاد الربع كنا في صراحه كان دائما من جلوبال فود. هذا اللي حدايا هنا، شوفوا البنات الربع ديالو كي داير. شوفوا بعدا بغيت نقول لكاع الاخوات، كاع الحبيبات، كاع الامهات، بغيت نقول لكم نهار ام سعيد. تعيشوا يعني كيف ما تمنيتوا، كل عام تكونوا يعني ناشطين وفرحانين. ورجعوا دابا للمعدنوس وربع، انا ما كنفرقش بين المعدنوس وربع، المهم هذا وهذا. شوفوا عند جلوبال فود كي كناخذوا من داك الشربع. هذا خديته البارح فين تقديت، مشيت حتى الليل ما قدرتش مني نجي، ماشي حتى الليل، المهم ديك 8 هكاك ما قدرتش مني نجي نبدا نصيفي، خليته حتى دابا الصباح عاد غادي نبدا نصيفي. ايوا البنات، هو راه كيكون منقي. وبغيت نوجه واحد التحيه لواحد الحبيبه اللي تلاقيت معاها البارح، فرحت بزاف ملي جات لعندي وعنقتني وسلمت عليا، فرحت بزاف والله العظيم. وخلقتني من برصه انا وسامي، مضرب انا وياه، ما بغاش يطلع ليا الكروسه، ما بغيش يركب. الله يلا فرحتني، كنسلم عليك من هنا. هنا هاد الربع وهاد الشيء راه كيكون مغسول، غير كنعاودو. انتو كيما غادي تشوفوا الماء ديالو نقي، غير كنعاودو. هاد النهار البنات عندي عم ديال التحضيرات اللي كندير، كيف ما سبق لي وشاركت معاكم، كندير هاد التحضيرات هادو في الايام الاولى ديال رمضان، هذيك 3 ايام 4 ايام الاولى صراحه ديال خصوصا هاد العام هذا غيكون نهار عندنا طويل، داكشي علاش ما كنقدرش نكون منجمه فيه، يعني ما عارفاش كي غادي يكون عندي، داكشي علاش كنحاول ندير هاد التحضيرات المسبقه هادو. بحال هكا المعدنوس ربع الكرافس ما لقيتوش، عرفتي لقيتو طار، سولت عليه تما قالت ما بقاش، بلاصتو خاويه. خواتاتنا المغربيات كلهم طاروا بيه، هنا اللي كاينين هنا في الكسندريا كما كتشوفوا البنات، الماء ديالو نقي نقي الماء ديالو، غير كنعاود نشدو، هما كيكونو غاسلين غير انا كنعاود نشدو. درت شليلة خفيفة ونخليه يتصفر وكنقردو وكنخليه في المجمد كيما قلتليكم. انا كتعجبني يعني يا اصلا ماشي غادي نطيب حريرة ولا لا، غير غنقرد. جبت مطيجة بزيادة، جبت هذا مطيجة درتها في الثلاجة، المعدنوس ربع بزيادة، غير غادي نقردو وصافي. تجيني الحريرة ساهلة في رمضان، هي من الأولى بطبيعة الحال. الحمص راني مكزكاه قبل ودايراه في الفريكو، جبت هذا شوية ديال الفروية، أنا كيعجبني ندير في رمضان بزاف هذا سمودي، قطعتهم هذوك البارح ما بغيتش نخليهم، واخا كنت عيانة قطعتهم البارح درتهم في المجمد، وشوية ديال الفطال نوريكم كيفاش كندير ليهم. كما كتشوفوا البنات كنقطع هاد الباباي هذا مع كيسمودي كي خاصو الفروي يكونوا، كنقطعهم بحال هكا وكندير على حسب العصره. مثلا انا ما كنديرش في رمضان غير الباباي بوحدو، ولا كندير هذا باناش يعني شويه من حاجه، هذا كنخليه في عوض ما كنهز الثلج ونطحن بيه، كننهز الفروي اللي متلجين وكنطحن بيهم، يعني كيجي واحد سموديو زوين. وهادو لقيتهم الخاص دايرين لهم 99 الوحدة، في سميتو خديت منهم جوج وجيت صيبتهم، كيما شفتوهم راهم متلجين، صيبتهم البارح في الليل من جيت قرطتهم وقاديتهم، لقيتهم حيت منهم الزريعة ديالهم، حيت منهم كلشي. مع بعضياتنا اليوم البنات، نشوفوا هاد النهار هذا كيفاش غيدوز. نخليكم بعد ما نغسل هادشي ونسقطرو. صافي البنات، انا غسلت المعدنوس ديالي والربع،
غادي نخليه يتقدر. فهاد الاثناء هذا عيطت للزوج ديالي باش غادي، قال لي ما ديريش الغداء فكني اليوم الحمد لله من الغداء، اليوم عرض عليا باش غادي نمشيو نتغداو بمناسبه عيد الام. غادي نمشيو نتغداو على برا، وانا غادي نستغل هاد الوقت هذا البنات غادي نصيب فيه بريوات. مادام ما كاينش الغداء نفكو كامل الغداء اليوم، غادي نصيب بريوات، بغيت نصيب بريوات باللوز والكاوكاو. المهم اليوم باغا نصيب سلو، باغا نكمل سلو نجمعو. المهم راه عرفتي راه روينه، لا دورت لكم هكا بس ندور لكم هكا، راه روينه عندي باقا عندي، شوف روينه روينه روينه. داكشي اللي تقديت البارح غير حطيته هنايا، هادشي ديال سميتو غير محطوط هنايا. المهم باغا نصيب كيف ما قلت لكم، باغا نصيب بريوات. دوز نصيب بريوات هما الاولين ملي نفكو كامل الغدا. صافي دابا الربع ديالي كيتسقطر حتى يتسقطر وينشف شي شويه، اولا نعاونو نشفو وعاد غادي نقردو. وانتوما معايا البنات، غادي ندوز دابا اول حاجه غادي ندير اللوز وهذا والكاوكاو كما كتشوفوا هنا، الفول السوداني البلدي ولا الكاوكاو البلدي، هاد الحمامر الصغيور غادي نديرهم في الفران يتحمروا هما الاولين، وحاد من بعد غادي نطحنهم. المهم حديتهم غزل ما بقاش غير جالسه داويه كما كتشوفوا. اول حاجه درتها هي غادي نديرهم يتحمروا في الفران، البنات من بعد ما حمرت اللوز والكاوكاو خليتهم بردوا شي شويه. انا هنا في المونتاج غادي نحاول نجمع لكم الوصفه ديال البريوه كامله تكون متسلسله، اما هي راني هذا كيحمر اللوز والكاوكاو كيتحمر وانا في نفس الوقت شاده كنخيف لهذا في النافع وهذا. المهم يعني ايد هنا وايد هنا باش قدرت الحمد لله ندرك وقتي ونقضي في هذا الوقت هذا اللي ما عنديش فيه الغدا نقضي فيه يعني حوايج اخرى. وبغيت نشارك معكم البنات هذه الماكينه، هذه رانا شاركتها معكم في البصله، شفتوا يعني كيفاش كدير البصله، وماشي غير البصله راه الخضره كلها عرفتي تقطع ديالها زوينه. واليوم كما كتشوفوا انا كنهرمش بها اولا كنطحن بها اللوز والكاوكاو كما كتشوفوا البنات، رائعه زوينه. انا هاد البريوات هادو ما بغيتش ندير لهم العقده ديالهم يعني تكون طحونه بزاف، بغيت نخلي فيهم هذيك التغزغيزه، يعني بغيت هذيك التغزغيزه تبقى كما كتشوفوا، يعني الخدمه ديالها زوينه. هذه خديتها ما عرفتش واش شاركت معكم الثمن ولا لا، المهم 19 تقريبا 20 دولار من وولمارت، ثمنها زوينه البنات يعني على حساب هذه الخدمه ديالها زوينه. وبالنسبه لواحد الحبيبه اللي سولتني على الماكينه اللي شافتني طحنت بها الا في الفيديو ديال سلو، هذيك خديتها ب 50 تقريبا 50 دولار 49 شي 99 سنت، وقالت لي بغاتها بالاورو، ما عرفتش واش 49 اورو اولا 50 اورو، ما عرفتش يعني الدولار شحال تساوي بالاورو. المهم انت ديري الكالكول. وصافي هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما طحنت اللوز والكاوكاو كما كتشوفوا يعني ما طحنتهمش حتى خليتهم بودره، ضفت عليهم واحد المعلقه من القرفه، وضفت عليهم واحد المعلقه صغيره من المسكه الحره. انا هاد المسكه الحره شديتها كلها وطحنتها، كتعربد بحال هكا ولكن صغير بحال دابا غنزيد الزبده وهذا كتحل. هنا كما كتشوفوا ما بغيتش نضيف السكر لحقاش هاد البريوات بغيت نعطي منهم اللوسي، ما بغيتش نضيف فيهم السكر وهذا كاين نقص يعني السكر وهذا، غادي نكفي غير بالتعسال ديالهم، والتعسال ما غاديش نعسل بالعسل ديال السنيده، غادي نعسل بعسل هذا بيور. صافي البنات وكما كتشوفوا جمعتهم بالزبده وشويه ديال الماء زهر، صافي بقيت كنخلط فيهم حتى حصلت على هاد تيبداو يعني يتشكلوا ليا كويرات وحبست. وهنا البنات كما كتشوفوا شكلتهم كويرات، هاد البريوات ما غنديرهمش صغار بزاف باش ما يشدوش لي الايد، غادي نديرهم بين وبين كما كتشوفوا راه بينين من الكويرات تقريبا ماشي ميشا صغيره هكاك. صافي شكلتهم كويرات على شكل بحال هكا، ودابا ان شاء الله غادي نجمع البريوات ديالي بالطريقه المعتاده بالطريقه العاديه، سبق لي وشاركتها معكم بزاف ديال المرات. صافي البنات كما كتشوفوا انا راه جيت ريحت هنا باش ما نعياش ما نضلش واقفه في الكوزينه، رجيت ريحت هنا وبديت كنطوي فيهم. انا هنا كانت عندي الورقه يعني بغيت نحيد كاع هاد البقايا ديال الورقه اللي كانت عندي في المجمد، كانت عندي هذيك الاخرى ومن هانيت يعني نجاوب الاخوات اللي كيسولوني على الورقه، هادو هما اللي كنخدم بهم بالكثره اولا كنصيبها في الدار، اما بهادوك كما كتشوفوا كتجي زوينه في الطويه ديالها اولا هادو ديال الفيلو، انا غادي نستمر حتى نكملهم كاملين.
في البنات غير كملتهم ديريك دست القليان والتسال وهذا كما كتشوفوا البنات راه ايد هنا وايد هنا. البنات اللي بحالي خليوها لي بحال هكا النهار اللي تكون شي اعراضه ولا تكونوا فكوكين من الغداء عندكم تبعكم خرجه ولا تبعكم عشاء ولا شي حاجه بحال هكا. داك هو النهار اللي كتفكري فيه الحاجه الغابره تبغي تجبدي ديريها، ماشي زعما تجلسي تمشي ديري شي ماسك وديري شي حاجه تسنى يعني تيوصل الوقت الخروج. انا بعدا من داك النوع كيقول لي راجلي من وجه تماره باغي غير تماره. صافي هنا كما كتشوفوا راني كنعسل ونصفي، واكيد ما غنشارك معكم الشكل النهائي كيف جا. وهذا هو شكلهم النهائي، عطيتهم زينه بحال هكا بشويه ديال اللوز مقلي ومهرمش. صافي هنا خليتهم كيبردوا، هذه الكميه قسمت الكميه بحال هكا غير بغيت باش ندير ليها المونتاج زعما ونحطها كيفاش جات. وصافي دابا ان شاء الله نمشي نكمل روينتي. صافي البنات بريوات عليا كملتهم في نفس الوقت خدامه هاك وهاك. غادي حمرت هادشي ديال سلو هادشي ديال سميتو حتى هو حمرته. دابا اش بقى ليا البنات ما عرفتش واش غيدركني الوقت نكمل السلو ديالي عاد نمشي نوجد راسي باش نخرجوا او لا، والله ما عرفت شنو غادي ندير. المهم انا مازال في الكوزينه الصباح، هذا ما كاينش الغدا كاين نحيد عليا اي روينه، وفي في الغالب غادي نحاول نحيد عليا هاد الروينه هادي ديال سلو ديال هادشي ديال نكمل عليا هادشي كامل باش خارجه الواحد يعقل على خرجته. ماشي نخرج ونرجع عاد بدا ثاني بسلو هذا وهذا. المهم غادي نحاول نحيد عليا هادشي كامل. انا دابا اصلا اش بقى غير نطحن كما كتشوفوا كلشي حمرته، بقى ليا غير نطحن ونخلط يعني ما بقاش شي حاجه كثيره. المهم نتوما معايا البنات. صافي البنات سالت الحمد لله سلو ولا سفوف قدمت لكن نحاول نشوفوا الطريقه ديال التقديم. ان شاء الله هذا الفيديو ديال سلو غادي تلقاوه قبل من هذا، غادي نحاول اليوم في الليل ان شاء الله نخدم عليه. دابا شوفوا كنحاول نحيد هذا اللوز هذا ما كنخلطوش معاه، كنخليه بحال هكا باش ملي كنبغي نحط نقدم ونذوق ونقاد فهمتي، ما عارفين في رمضان العين كتاكل قبل. صافي غادي نحاول تشوفوا نيت التقديم وداكشي يعني كيفاش كدوز المراحل. كنقادو بحال اللي تقول راه جاي عندك شي حد وكتعاود ثاني تجمع على هذا الشكل بحال هكا. حيد اللوز نحيد كلشي ونجمع. انا هنا صافي حيت ديالي وديال لوسي فرقته قسمته انا وياه. ان شاء الله اليوم ما عرفتش اليوم يقدر في العشيه غادي يكون دايز من هنا نعيط له باش نجي نعطيه حقه. هنا ما غاديش نطلعوا للفوق فين ساكن هو، ما غنطلعوش هاد اليومين وكما عارفين دابا حنا رمضان. صافي علنو نهار الاربعاء. صافي شكلتها لكم ولا لا، نهار الثلاثاء عندنا التراويح. وكما قلت لكم البنات يعني بالنسبه للبنات اللي دايرين كميه كبيره ديال انا كما شفتو درت كيلو اللي دايرين مثلا 2 كيلو هكا وما كايناش عائله كبيره يعني وليدات وداكشي اللي غياكلوا قسموا، ما تخلطوش داكشي كامل، خليوه يبقى تراب اولا يبقى يعني ناشف ماشي تراب يبقى ناشف. خلطوا النص وخليوه النص بحال هكا يعني كيبقى داك السلو ملي كتعاودي تخلطيه بحال يلا درتي اول مره. صافي البنات اش غنقول لكم على الروينات جمعت ورايا هنا ديال البراوات ديال السلو، ولكن تسمعوش دابا ان شاء الله هكا تفكيت ان شاء الله غادي نخرجوا بلاتي ندور هما الاولين غادي نغسلهم وعاد غادي نبرد هذاك الربر وغنكون فضيت من الكوزينه. ودابا ان شاء الله ملي غادي نمشي نتغدى ونمشيو نخرجوا ونتغداو وداكشي غادي نرجع عاقله على خرجتي ما غنرجعش للكوزينه. البنات على ان ساليت كلشي كما كتشوفوا البوطاجي ديالي خويته، بقى ليا غير المعدنوس والربع نقطعهم. صراحه تقالات لي مع الاكثريه فيهم غير درتهم في الماكينه، خويت الماكينه وعاودت عمرتها. ودابا ان شاء الله اش بقى ليا، بقات ليا حاجه وحده هي غنجرب هذه المعدنوس والربع.
بغيت نشارك معكم البنات هاد مطيشه هادي. هاد مطيشه هي اللي كنستعمل هنا في هاد البلاد هادي، الحريره، المهم مطيشه الحك ثقيله. الخدمه ديالها كيفاش كندير ليها؟ كنفتك انا اليوم ما غاديش نحلها، علاش؟ حيت مازال عندي، مازال عندي كما كتشوفوا، مازال عندي. كنحلها بحال هكا في بلاستيكات، بحال هكا بمعلقه جوج معلقات في بلاستيكه بحال هكا، كنكمد عليهم وكنستفهم في الفريكو حتى كيتجمعوا، كيتجمدوا، عاد كنجمعهم بحال هكا كما كتشوفوا كلهم. الهواء ما يكونش فيهم، يبقاو عندك يعني المده اللي انت بغيتي يبقاو عندك في المجمد. انا هذه غير غادي نديرها في البيت ديال في البلاصه ديال الخزين، ما غاديش نحلها دابا حيت هذه ليا هادو ان شاء الله. وهذه فهاد الناس هي كناخذها من بيجيز، كتبقى مزيانه كما كتشوفوا، يعني هذه كامله الا ما خفتش تقريبا شي 3 دولارات ونص تقريبا. هذه كامله عرفتوا، ولا اش غنقول لكم، راه كننساها ملي كنفرقها بحال هكاك، والله الا كننساها. صافي دابا البنات ما بقى لي والو، بقى لي غير غادي نقرط هاد المعدنوس والربع. كما كتشوفوا راه كلشي مخلط، غير غادي نطفلو كنعاونو شي شويه بحال هكا، نسيبهم لكم شويه الطريقه العاديه. اللي عندي الماكينه راه كيسهله الامور، اللي ما عندوش راه كيطحن كيقرد بالقطاع بطبيعه الحال، ولا بالموس ولا بالحاجه. صافي ومن بعد انا ما عنديش دابا الوقت، انا موالفه كنديرهم في هاد العيبات ديال الثلج، هاد العيبات هادو ديال الثلج كنستفهم بحال هكا وكنخليهم وكنجمعهم دويمات. دابا ما عنديش الوقت، انا خاصني هاد الوقت نمشي نوجد راسي، انا بقا كنقرط في الربع. عيقول لي البنات اللي بحالي، النهار اللي كتكون يعني مفكوكه من الغدا ولا مفكوكه من شي حاجه، مثلا غدا خارجه ولا شي حاجه، عاد كنجبد الحاجه اللي ميتة عندي اللي باغا نكملها داك النهار هو اللي كنقول غنديرها. ها دابا مثلا ها السفوف، ها البريزون، كلشي جبتهم دقه وحده. علاش؟ حيت عندي الصباح خاوي. دابا رانا عرفتوا شحال عندي الساعه، ما تضحكوش عليا، راني عندي الوحده قال ثلث، وما بغيتش، بغيت نحيد عليا هاد الربع هذا، عاد نمشي نضربها واحد الدوشه ونوجد راسي. يلا البنات نتلاقاو من بعد طحن هادشي. واخيرا البنات كملت القطع، عرفتوا البنات البنات اللي هنا بالخصوص اللي هنا وباغيين يشريو ماكينه ديال التقطاع، كنصحكم بهذه، الفن 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 الفن. ومسربيه عرفتي، راه هادشي راه رحتو شغل لكم، راه فرمشي تعيط. كما كتشوفوا هنايا نقطع كلشي مخلط، والتقطيعه ديالو زوينه، ما كما كتشوفوا التقطيعه ديالو زوينه. صافي البنات انا راه تعقدت، يلا خاصني نمشي دابا للدور ونضرب واحد الطوشه بعدا، نحيد هاد هادشي ديال البراوات وهاد الزيوتات ديال هادشي. بالنسبه لهاد لهاد الربع كما قلت لكم ما عنديش ليه الوقت، غنجمعو في الزيبلاك. غنجمعو في الزيبلاك هو اصلا دابا ناشف، يعني كيكون ناشف ما عندي مناش نخاف. غادي نحاول نجمع واحد شي شويه، نديرهم بحال هكا مربعات. لا لا زوينه 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 هاد الماكينه البنات، فنه عرفتو، كتسربي والتقطيعه ديالها ماشي كتخليه ماشي كتنيلو او لا كتخليه يعني باين ولا شي حاجه، لا ما كتشوفو، غير كنعمر وكنورك باش كيشد راسو. الموفا كلهم الاكثريه ديالو كنديرو بحال هكا، ولا كنديرو في بلاستيكات صغيورين بحال كيف ما دايره المطيشه في الجبده ديالو، داكشي كتجيني ساهله. كتشوفو نحاول نفرقهم، صافي غنديرهم في الفريكو يتجمدوا، واللي بقى غنجمعو في، صافي غنديرهم في الفريكو يتجمدوا، واللي بقى غنجمعو كلشي ليه واحد البلاستيكه، ونحاول نمص لنا الهواء، هذاك الهواء هو اللي كيخلي داك ملي كي ملي كيتجمد كيلصق. نوريكم البنات كيفاش كندير الليل، ملي تكون كتكون مدروكه في الوقت بحال هاد النهار، والله العظيم قول لي كيفاش كتصوري، كيفاش كتصوري. ونتي وشوفوا الدفران بعدا، شوفوا الدفران، شوفوا الدفران كيعادوا بالربع،
بارك راسكم من الربيع وما تقطعوا هذا الشيء اللي كيعودوا ليه. واحد نص حوانده خليهم لي بحال هكا باش كيحيدوا لي الهواء. عرفتي البنات ملي غادي كتكوني زربانه ما كتلقايش المصاصات، هادشي اللي وقع ليا دابا كنجبد المصاصه من الحليب ديال سامي. صافي البنات وغادي نلوحو في المجمد على هاد الشكل بحال هكا، راه ملي كيجمد كيبقى مفتت ماشي كيكسح. وهكا البنات نكون ساليت من الكوزينه. صافي غسلت هذاك المعمات اللي طحنت فيهم وهذا، دوزت على ايدي شويه ديال الحامض كما كتشوفوا، حيد من داك الشيء الربع وكل شيء. غادي نمشي دابا نوجد راسي ونتلاقاو من بعد. صافي البنات سامي راه وجد كما كتشوفوا، اللبسه اللي كنت شاركت معاكم كي جاتو ما شاء الله غزاله، راه بارك معدي غير بالعنب كسلتهم بالجوع النار. صافي دابا ما بقى ليا غير نكون واجده صافي باش نخرجوا مع بعضياتنا. صافي البنات حنا وجدنا، بغيت نشارك معكم اشنو لبست. بزاف البنات اللي لقيتهم كتبوا لي بقيت حوجات لي توريهم لينا، وريهم لنا وانتي لابساهم. هاد اللبسه اللي كنت شاركت معكم، هاد القميجه اللي كنت مريتها مع هاد السروال هذا اللي كنت خديته من الراس، وهزيت هاد سويك هذا في الحمامر على هاد الشكل بحال هكا، اللبسه كلها بلو وطبيعه الحال لي زاكسيسوار المكانه وداكشي في الاحمر. وهنا الفولار درتو بحساب الاحمر والزريره كما كتشوفوا فيه، مهم جرده دايرها فوق راسي كما كتشوفوا. بطبيعه الحال ما درت البرني الايدي باش نستروا داك الخدمه ديال هاد النار، درت الحامض وهذا وكسم ضروري البنات بلي ما عندنا ما نديرو. صافي كما كتشوفوا حنا ثلاثه، انا دابا غادي نهود. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على ليلى راه مع باباها، دابا كاينه غير انا وسامي، هذه اخر لقطه من هنا غادي نهودو ان شاء الله. والسببات اللي كنت شاركت معكم البنات، شوفوا كيجي في اللبسه كيجي انيق وهذا ومريح، هذا هو مهم مريح كما كتشوفوا غنوريه لكم اون فاس، مريح واحد الشكل عجيب. صافي البنات يلا تلاقاو من بعد. البنات عجبوني فيلمي، اختاريت المطعم ديال الحلال صراحة كان عجبنا بزاف، هو اللي جينا غادي نبداو. يلا شوف تيتي تصاوبك ماما واخا. البنات غيجي وقت الهديه كما كتشوفوا هنا هذا لونسومبل، هذا البريق هذا اونتيك البنات ما كتشوفوش الشكل ديالو زويون نيون، هذا راه عشان نقول لكم الله اعلم شحال من عام عنده اونتيك. شوفوا اللوينات ديالهم، هذا راه مخدوم بالايد مصبوغ بالايد، شوفوا اللوينات ديالو كي دايرين واو نيون. وثاني حاجه عجبتني هاد الريحه اللي كانت عاجباني الصراحه تقال. وهكا تكونوا عشتوا معايا هاد النهار من صباحو كيف بديتو بالربيع والمعدنوس حتى اكيد ما غادي ندير واحد الشوربه للعشاء، اكيد ما غادي نشاركها معكم البنات، غندير شي حاجه خفيفه للعشاء، غندير شوربه ديال الحوت. وهادو كانوا الهدايا ديالي ديال هاد النهار. اول حاجه البنات غادي نديروا القهوه ديالنا، كما كتشوفوا دشنت هاد لونسومبل هذا صراحه ديك الحطه ديالو زوينه، كيبان داكشي بحال اللي محطوط فوق الزربيه، راه كاينه الجاجه من هنا كنشوف من هنايا والله الا كيبان بحال اللي محطوط غير فوق الزربيه. غادي نشربوا القهوه ديالنا بعدا وعاد ديك الساعه نوض نوجد الشرب. ودابا البنات غادي ندوز نوجد معكم هاد الشوربه، هادي خفيفه كتجي للعشاء وما كتاخذش الوقت صراحه تقال دغيا. صافي من بعد ما شربت القهوه ديالي اكيد ما توضيت صليت، حيت بعض الاخوات غادي يسولوني على كيفاش ما كيفاش
هاد الفيرني اللي كنت دايره ماشي حلال، يعني ما كدوش الماء، يعني فيرني عاديه ماشي جائز نتوضى بها ولا نصلي بها. صافي، ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الشوربه هادي. كما كتشوفوا هنا عندي عندي هاد الخزو مقطع صغير، جلبانه خديت شويه ديال الفطر حتى هو قطعته صغير. الاخوات اللي عندهم البرو، هاد الشوربه راه جيتها في رمضان البنات زوينه، اللي عندهم البرو يعني اي نوع ديال الخضره بغيتوا ديروها ديروها. انا هنا عندي تخليطه ديال السمك، اي نوع ديال السمك عندكم بغيتوا ديروا، مثلا غير القمرون، بغيتوا ديروا غير الكالمار، بغيتوا ديروا تخليطه بحال هكا، يعني اللي متواجد سطول مقطع اللي متواجد كيتجي فيها الشوربه رائعه. صافي، كما كتشوفوا في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت كان ضفت كل شيء. بطبيعة الحال هنا راه عندي الماء، راني تقريبا واحد جوج كيسان كبار، يعني على حسب الكمية ديال هاد الحوت والخضرة اللي غادي نضيفو. ومن بعد ضفت عليهم شوية ديال الملح، شوية ديال الفلفل الأسود، وهنا شوية ديال سكينجبير. غادي نمشي نجيبو لقيت القرعة خاوية. شويه ديال السكينجبير، وهنا واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى اولا وريقه ديال الرند. وهنا عندي هاد التخليطه هادي ديال الشوربه ديال الحوت، حتى هي غادي نضيف منها واحد تقريبا معلقه صغيره، هي اختياريه، يعني اللي ما متوفرتش ليه يقدر يستغنى عليها، اولا اللي ما كيبغيهاش يقدر يستغنى عليها. كيف ما نقدروا نديروا كنوره ديال الحوت، كيف ما نقدروا نديروا اي حاجه. وهنا كما كتشوفوا البنات خديت الفطر هذا الاسود اللي كيكون قطع على هذا الشكل، اولا يكون صايم حنا نقطعو. كيف ما شاركت معكم البنات، هنا هذا الفطر الاسود درتو في الماء على هذا الشكل بحال هكا، ما بارد عادي. وهنا عندي شعريه، ما بغيتش ندير شعريه ديال الرز، عندي هاد الشعريه ديال البطاطا، بطاطا حلوه، وبيني وبينكم بغيت نحيدها قبل رمضان، بقات هاد شويه هذا هو حتى هو غادي نرقدو معاه بحال هكا غير في الماء بارد، على بال ما تغلى لي هذيك الطنجره، ديك الخضره والحوت وهذا، وغادي نضيف 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 هاد سميتو هاد الفطر والشعريه ديال البطاطا، حيت هاد الشعريه هاد ديال البنات ماشي بحال الشعريه الصينيه ولا الشعريه ديال الرز، هادي كتبغي طيب شي شويه. صافي، كما كتشوفوا كنسرح فيها هنا باش الطبيعه كطيب راه كتموت، ما كتبقاش يعني واقفه بحال هكا بحال الشعريه الاخرى تقريبا. وهنا كما كتشوفوا عندي هاد القمرون هذا والمعدنوس وربع، غادي نخليهم من بعد عاد غادي نضيفهم حتى تغلى لي هادشي، تحس بيه صافي طاب عاد غادي نضيفهم. من بعد ما غلات لي الطنجره كما كتشوفوا، ماشي غير غلات، صافي كلشي وجد كلشي طاب، غادي نضيف هاد المعدنوس وربع وغادي نضيف القمرون. بطبيعه الحال نصحح الذوق، نزيد نصحح الذوق، يعني الا خاص الملح، خاص الفلفل الاسود، خاص اي حاجه، وغادي نخليه يعني طلع فيه واحد الغليه. كما عارفين القمرون خاصو غير غليه واحد الغليه ولا جوج وكيكون واجد. وهنا كما كتشوفوا كنضيف صوص صوجا، وهي اختياريه، يعني اللي ما يبغيهاش يقدر يستغنى عليها. اما هو الشوربه ديال الحوت بلا صوجا، انا بلا صوص صويا انا كتجيني ناقصه. هذه هي الشوربه ديالنا كما كتشوفوا، يعني تحضرت في دقائق، خفيفه، هي خفيفه يعني مكوناتها وداكشي خفيفه، وما كطلبش لك يعني مجهود، فرمشه عيد كتكون واجده. هنا بالنسبه لطريقه التقديم، بغينا نقدموها على شكل بحال هكا، يعني ناشفه الحوت والخضره وهكا ناشفه، نقدموها يعني نضيفوا لها واحد الرشه ديال الجلجلان محمص، اولا نقدموها كيف ما انا كنقدمها بطريقه العاديه، شوربه بالروه ديالها بحال كلشي، انا هكا كيفاش كتعجبني كنقدمها بالروه ديالها. واكيد ما كنضيف من الفوق واحد رشه ديال الجلجلان محمص اولا محمر، وراه كيتباع واجد بالنسبه للاخوات اللي سولوا عليه، راه كيتباع واجد في قريعات، واجد في الرواق اللي كيكون هادشي ديال الشناوه، هادشي ديال الشوربات وهذا كيكون واجد. وحنا دابا يعني وقت ديال رمضان وهذا ما كايناش شي دار ما فيهاش الجلجلان.
وهذه هي الشوربه ديالنا، وهكا كيف دوزت نهاري عيد الام، هكا كيفاش داز عندي. كان هدي وريده لكل ام، كل حبيبه، كل ام، وكنودعكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.